أهلا بحضراتكم من جديد. في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية انتشرت مؤخرا حمى الوادي أو الكوكسدة، ودي حاجة أعتقد أنها ممكن تكون مقلقة لكثير من الناس. فكرة انتشار الأوبئة وفكرة انتشار الأمراض ممكن تكون بتثير قلق واسع عند ناس كتير. النهاردة منا هنحاول كده مع ضيفنا دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق الأوسطية في روما، نتعرف على مزيد من التفاصيل عن حمى الوادي. بينضم إلينا من روما عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك. بداية دكتور، حابين نعرف تفاصيل أكتر عن حمى الوادي وأسباب انتشارها تحديدا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. نعم، نتكلم في هذه المناسبة بالنسبة لمرض أو حمى الوادي في كاليفورنيا. ليش؟ لأنه في نوع من الفطريات اللي تنتشر في كاليفورنيا، وهو مرض فطري وينتشر بسرعة، وبعد ما واحد يستشناك يعني يشم أو يحتك مباشرة في الفطريات، وخصوصا من التراب. ليش نتكلم اليوم عن هذا؟ لأنه في سنة 2023 سجلنا أزيد من 9000 حالي، بس في من 1 يوليو لليوم 5000 حالي. عشان نوصل الصورة، لابد ان نقول بعد الوباء كل مرض يظهر بسبب خوف ورعب، بس كلياتها أمراض اللي كانت تظهر بالسابق واليوم نعطيها أهمية أكثر عشان الخوف من وباء كورونا 19. يسبب أعراض على الجهاز التنفسي، وخصوصا بالنسبة لصعوبة التنفس، التعب، ارتفاع درجة الحرارة، بالنسبة لأمراض إلى وجع العضلات والمفاصل والطفح الجلدي. وإذا بنشوف أغلب الأمراض اللي بنتكلم عنها في المدة الأخيرة تسبب أعراض متشابهة. صحيح. عشان هيك لازم يخضع عنا خبرة مهمة كخبرين في الصحة العالمية، تمييز مرض عن مرض وخطورة الأعراض الخطيرة. في هاي الحالة في عنا 10% تضاعف، يعني الأعراض تستمر من أسبوع لثلاثة أسابيع، بس 10% من الأعراض اللي بتصير عندها مضاعفات وتستمر، و40% بتقدر تستمر لعدة أشهر. بنخاف مين اللي يصاب بيها دكتور؟ بنخاف الأطفال، ولا بنخاف على كبار السن، ولا بنخاف على الجميع لأنه مرض واسع الانتشار؟ نعم، في هاي الحالة لأنه الانتشار عن طريقة الرمال والتربة، وخصوصا بسبب الجفاف وتغير المناخ، ويزداد الانتشار في موسم الأمطار. فيش فرق بين الشباب ولا الأطفال ولا الرجال، المهم ما يصيرش لمس مباشر بالتربة اللي فيها الفطريات. ليش؟ لأنه احتكاك مباشر. في عنا أمراض تصيب أزيد الأطفال، أمراض تصيب أزيد الشباب، بس بالنسبة لهذا المرض طريقة انتشاره يصيب الجميع. طب دكتور فؤاد، كما ذكرت تم تسجيل حوالي 9000 حالة حتى الآن. سؤالي لحضرتك، هل تم تسجيل حالات ده خارج الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل هذه الحمى يمكن أن تنتقل من داخل البيئة المحلية في كاليفورنيا إلى أماكن أخرى؟ هاي النقطة المهمة. ليش؟ لأنه أغلب الأمراض اللي بنتكلم عنها والوباءات والفيروس وفيروس جدري الكرود وكل الأشياء اللي بنتكلم عنها في المدة الأخيرة كلياتها
كل مرض موجود في القارة أو في المدينة أو في الدولة فيش انتقال من قارة لقارة. الخطر الكبير إنه لما يصير انتشار من إنسان إلى إنسان وبالمرتبة الأولى في الجهاز التنفسي. ليش؟ لأنه الانتشار والعدوى بتصير عن مسافة بدون احتكاك مباشر، وفي نفس الوقت تسجيل حالات بسرعة زي ما صار بأول حالات مع كورونا فيروس وانتشرت من الصين إلى إيطاليا ومن إيطاليا إلى قارات ثانية. عشان هيك الخطر مش موجود، هذا موجود اليوم تركيز عالي في كاليفورنيا وبتعلق في تغير المناخ وانتقاله بهاي الطريقة عن الرمل والتربة، وخصوصا في كاليفورنيا لأنه في تركيز كبير لهاي نوع الفطريات. لو استخدمنا سكيل من 1 لـ5 نقدر نقول مدى انتشار هذا المرض؟ نقدر نقول سكيل من 1 لـ5 كام؟ ما يعني هذا كلياته بتوقع الواحد من يوم ليوم. عشان هيك حسب رأيي إنه كل الفئات وكل الأعمار مرشحة إنها تصاب بهذا المرض. بس اليوم أنا بطمن جميع الأصدقاء اللي متابعينا على التلفزيونات وعلى القناة الأولى المصرية إنه لازم في كل الحالات القاعدة إنه الوقاية واهتمام بأول أعراض بتظهر في أي مرض بدون خوف، بس المباشرة اتصال مع الطبيب والدكتور. وحسب رأيي لازم نعطي المعلومات الدقيقة والمعلومات الطبية والصحية بدون أهداف اقتصادية أو سياسية، وهو شيء شديد الأهمية. كل الشكر ليك الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية في روما. شكرا جزيلا على مداخلتك وعلى إيضاحك كل التفاصيل دي.